ممكن نقولها دلوقتي. ده تكنيك هي 24 cases of associated acetabular fractures, بس ده تكنيك بنعمله عندنا في قسم 20 وده conjoint work بيني وبين زمايلي محمد يونس واحمد حاجة عبد العظيم. احنا عندنا زي unit of young adult hip surgery. ده buttress screw fixation of quadrilateral plate fractures. يمكن اللي بيشتغلوا acetabular surgery او بيشوفوا acetabular surgery بيلاقوا انه quadrilateral plate components واحد من الموست difficult components بتاعت acetabular fractures بالذات الاسوشيتد. يعني كتير قوي نقدر نرجع الكولم كويس بس بنيجي لغايه quadrilateral plate عشان هو it's flimsy weak part of the acetabulum ومفيش اي purchase محترم او decent لاي implant تحطه فيه. فعشان كده كنا بنعاني ساعات واحنا بنعمل الحالات في طرق كتير في الليتريتشر مذكوره السيركلاز وايرنج الباتريس كرو ودي انا اسف الباتريس بليت ودي بتحتاج ديستكشن كتير وذ ميجر دينجر للنيوروفاسكولار باند هنا. وفي حاجه اسمها الماجيك سكرو اللي هو كان الفكر الاساسي بتاع واحد اسمه ادم ستار. احنا لما جينا عملت انا واحمد الحقيقه زي موديل كده زي وركشوب وحاولنا نعمل سيميليشن للاسيتابيلر للاسوشيتد اسيتابيلر فراكتشرز وعملنا جبنا موديل وكسرناه. وبعدين احنا كانت الايديا ان احنا ده الديسبليس اكنه الديسبليس كوادريلاترال بلي فراكتشر. انفورشنتلي ان ده مش الحقيقه. الحقيقه ان هو بيبقى ثينر عن كده بكتير. هو واخد طبعا حته هنا من الكولم وطبعا في الموديل بتبقى مختلفه عن الحقيقه. احنا جينا وي تراي تو ثينك اوتسايد ذا بوكس لقينا نفسنا وي ثينك اوتسايد ذا بليت. ف وده الاسنس بتاع الباتريس كرو. احنا اللي احنا شفناه ان احنا لو حطينا بليت من على البلفيك بريم بالظبط وجينا عشان نحط اي مسمار طبعا هي عمرها ما بتبقى ذات تك خالص بتبقى ثين. فلو جينا ندخل ديفينتلي هتدخل في الجوينت اند اف يور نوت ذات لاكي ممكن كمان تترافيرس الهيب. فاحنا عملنا ايه؟ بالمسمار ده بنحطه من جوه البليت بره الشريكه من جوه البليت بره العظم وبيعمل effective reduction at the level of the quadrilateral plate زي ما احنا هنشوف. اد بعد ما بندخل المسمار يعني البليت لازم تبقى على الميديال ريم بنجيب هنا بول سبايك بوشر اللي احنا عارفينه بنزق من جوه مش محتاجين a lot of exposure وبعدين بنحط المسمار. اول ما بنحط المسمار هو الاول الميكانيزم زي ما هنشوف هيشتغل زي 3 point fixation بس اول ما بيدخل المسمار بيبقى بنحس ان هو tight against the bone لان هو داخل في direction احنا بندخله تقريبا wedging it between the plate and the bone. بيبدا في الاول يبقى tight وبعدين يبدا يبقى loose لما يعدي من البليت لانه مش ماسك في حاجه بس once approach the hole بيستارت يبقى tight again يعني هو بيبدا tight loose then tight. وممكن نعمل له كذا انجل. القصه كلها ان هو بنحاول نعمل بنابلاي فكره ال 3 point fixation واحده هنا واحده هنا واحده هنا. احنا ممكن واحنا زي ما انا الصوره دي بتوري ان هو بيبقى في الاول تايت وبعدين لوس وبعدين بيبدا يبقى تايت في الاخر زي ما احنا شايفين. هنبدا هنا هو في الاول كان وهو داخل يبقى تايت شويه وبعدين يبدا يبقى لوس ممكن حتى يتحرك وبعدين اول ما بيابروتش العظم ديستال يبقى اول ما يابروتش الهول بيبقى تايت اجين. دي صوره بتوري ممكن نحط الديفرنت انجلز اللي احنا عايزينها ونوصل لحتت احنا مش قلقانين منها. لقينا ان كل ما بنحط ثلاث مصابير بعد كده ما طورنا القصه في الحالات الثانيه كنا بنحط الاول مسمار واحد بدانا نحط مسمارين بدانا نحط ثلاثه لقينا ان ثلاثه اوبسلي هيبقى مور ستيبل عن اثنين عن واحد لان الاثنين بيبقوا زي انتي روتيشن وبيحفظوا الفراجمنت. طبعا الكام كيف هنا اناتوميك ريدكشن لان ده اتس ا بون موديل بلاستيك موديل. دي انتر اوبرتيف فوتو موريانا المسامير معلش هي ثابت دار بس دول المسامير جوه البليت وماسكين كويس في البليت ونازلين جوه. الميثودز هي باختصار 24 عيان 24 patients with associated acetabular fractures كلهم عملناهم في كايرو يونيفرسيتي هوستل انكلودنج ذا فرنش اور الفورث فلور المانيال التخصصي. هم 14 ميلز 10 فيميلز. All injuries were high energy injuries and then two for case presentation كلهم very complex acetabular injuries. Types of acetabular fractures mostly can after had associated both column. This is one of the most difficult complex acetabular surgeries. Post operatively احنا follow up وصل المين 11-12 month range من 1 to 24 لانه we just done one since 3-4 weeks.
فwe added it to this presentation. Surgical approaches في كلهم كنا لازم نستخدم الإيليو إنفانر أبروتش obviously عشان نقدر نحطه. وسبع حالات احتاجنا نعمل كمان combined with Cochrane Langenbeck. The results, anatomic reduction of quadrilateral plate components has been achieved in most patients. Clinical radiological union occurs in all patients so far. ما لقيناش أي مشاكل من النون يونيون. والأهم من كده لأنه ده لما عرضناه قبل كده في ميتنجز كانوا بيسألوا بيقولوا طب هل السكرو ده بعد كده بيلوسن؟ هل ممكن يقع جوه دايما أي سكرو بتحطه بحيث إن هو لوس؟ It's not وأنا ممكن هوريكم الإكس راي. الحاجة الثانية my answer is لو قدرنا في الأول نجيب tight fixation ولو حتى provisional لغاية 2-3 months it's done. البون بعد كده لازم يونايت باذن الله طبعا القصه المهمه ان مش مهم نحط السكرو بيركيتينيوس اي هاف تو ريتريت اون وات دكتور فايت سيد مش مهم ان البيركيتينيوس تكنيك او باتريس اهم حاجه انك تحاول تحصل على اناتوميك ريدكشن ويز ريجيد انترنال فيكسيشن الحته دي احنا صممناها موضوع الباتريس سكرو ده عشان البون هنا از فيري ويك وفيري ثين بليت بسرعه كده دي اكزامبل على وان سكرو دي حالة عندها 48 سنة في ميل بيشنت sustained motor car accident and sustained this injury and it's obvious the quadrilateral plate is floating. دي another X-ray ليها شايفين الميجر كومبوننت that's why we call it associated both column fracture عشان ما فيش أي حاجة من superior part أو weight bearing dome of the acetabulum continuously the axial skeleton. ده زي ما احنا شايفين اللاين ده رايح كده واللاين ده رايح كده. That PD and 3D, I'd advise all my colleagues اللي بيشتغلوا أستاذ هنا لازم ما يدخلوش من غير 3D. Sorry. لأنهم الحقيقة بيورينا حاجات كثيرة جدا. غير إن بيخليك تعرف قد إيه الدينجر وقد إيه الماجنتيود أوف ذا إنجري والديسبيس كوادريلاترال بليت فراكتشر. ده البوست أوبريتيف إكس راي بعد ما حطينا البليت. طبعا حطينا هنا كابل أوف بليتس وبعدين أنذر بليت. That's one of the first pieces to do this screw. وحطينا وان سكرو وافكتفلي ريدوس الكوادريلاتر بلين بس as we could see here احنا كنا عايزين نبقى نخلي ده لاين واحد على قد ما نقدر يا جماعه we have to insist in anatomic reduction as much as we could it's not an easy path for most cases but we have to insist on that ده الفيليك فيو بيبان قوي من السكرو بره وبيبان اللينث بتاعه كان حد سالني يعني احنا ممكن ننجر الاوبتيريتور للاسف مشي ما حضرش الجلسه هو احنا بنبقى بعاد عن الاوبتيريتور فورامن وعن الاوبتيريتور نيرف او نيرو فاسكولار باندل ده اذر فيوز اوف ذا كيس تو سكروز انذر كيس هو الحقيقه الراجل ده بيشتغل مستشار 46 years old قاعدين جوه هام في القصر العيني كان برضه سستيننج ذس كوايت كومبلكس انجري دي الاكس راي بتاعته وده السي تي شايفين displacement وده الفيكسيشن والحاله دي بوري فيها الاكزامبل بتاع السكروز اللي هما الاثنين دول انا جاي كابشن كلوز اب شويه ده طبعا ثبته من ورا من قدام زي ما احنا شايفين دول تو سكروز اللي كانوا ماسكين الكوادريلاترال كيس ساعات قوي بنقدر نحطهم بالانجل وساعات بنبقى محكومين واحنا بنتايتن ذا سكرو وات وي فاوند ساعات لما بيجي نتايتن بنحس ان اللي قبله بدا يلوسن شويه فنبدا نغير الدايركشن من الحاجات الكويسه او لما سافرت بره حاولت اسال عليها اللي هو اللوكت ريكونستراكشن بليتس بدات تبقى موجوده في مصر وقدرنا نجيب كمان شريحه لوك نقدر نحط المسمار فيمسك فيبقى اوبسلي هيمسك كويس بس للاسف لما جيت جربت ده وللاسف ما كانش موجوده في مصر برضو المشكله ان هو لما هيمسك اتس فيكس انجل بليت انما مع العاديه اكشلي لما جربت كده بره العاديه تقدر تغير الانجل انما اللوفت بليت زي ما كلنا عارفين اتس فيكست انجل بليت فما اعتقدش انها تبقى unless it will be poly axial screw sort of thing which is difficult ده الوند بتاعه وده الفولو اب عشان لو كنا خايفين ان المسامير دي بتلوسن اهو الفيو ده بيوري ان هما ستيل ان بليس ده 3 مانث actually a good one that's his one year follow up I didn't find any of the screws loosened so far ده حضرتك بعد سنه المسمارين زي ما اتحطوا بالظبط maintaining reduction of the joint. Three screws, that's another case. Actually, this is Sudanese patient. كان جاي مصر في Alexandria بتعدي الهاني مون بتاعها بتعدي الشارع. Unfortunately, got motor car accident وجات لها ال major injury دي. 3D بيورينا طبعا قد ايه major injury دي سخيفه وكومبلكس. فتحنا قدامه من ورا وحطينا الباتريس سكروز معلش انا بجري بسرعه عشان زمايلي اللي معايا
وادي الاكزامبل بتاع ثلاثه سكروز عاملين باتريسنج اي ثينك اتس مور ريس نايس ريدكشن اوف ذا جوينت وذ ذيس ثري باتريس سكروز ده انتر اوبراتيف فيديو شوين هنا التو سكروز وهما داخلين من جوه البليت على البلفيك ريم. In conclusion, the buttress screw fixation quadrilateral plate fracture is quite useful technique, easy, ما بياخدش وقت, ما فيش risk of exposure to a lot of radiation. However, لو الحته اللي احنا بنثبت فيها ينفع تاخد column screw, my personal preference would be to go for column screw. بس احنا بنتكلم هنا عن quadrilateral plate fracture اللي ساعات ما بنقدرش نعمل فيها اي حاجه. Compared with other methods اللي انا كنت بقول عليها, it's safe, easy, reliable, no need for further soft tissue dissection, reduces the operative time, obviously, بدل ما نيجي نعمل column screw بياخد وقت. Reduces the exposure to radiation to the surgeon and the patient. Thank you very much.